يعني. عندك حساب بتويتر صح؟ اي عندي حساب وامي ماسكت لي اياه. حلو. الوالده ماسكتها. اي زين انت راضيه دكتوره؟ والله كنت مو راضيه بصراحه، بس هو اصر مع الوضع السياسي وشايف ان البيت جبريل من النوع اللي يعني قاعد بيننا عايش بي يعني معاي صحيح. 24 ساعه حتى اثناء عملي السياسي، فكان مصر انه يقرا شنو يصير في الساحه. بس مع وجود القوانين اللي موجوده اصلا في تويتر ممنوع انه يعني يكون عمره صغير وحساب، بس ايضا في هذا الجيل انت ما تقدرين تخفين عنه شيء، والرقابه الذاتيه مهمه انا بالنسبه لي. ففتحنا الحساب وانا والوالد نراقب الحساب، اهم شيء انه ما يسوي ريتويت عشان لا يروح سجن. وايضا انه يعني ما يكتب شيء، يراقب ويقرا. حلو. بس ما ممنوع من الكتابه. ليش دكتوره ايش اللي خايفه منه؟ مثلا يكون له توجه سياسي مثلا وانت راقبه الموضوع، ولا حلو انه يعني يبين توجهها من خلال تويتر؟ لا بالعكس، بس انا اليوم بعمر 12 سنه اساسا قوانين تويتر ما تسمح، يعني على الاقل نحترم القانون العام. رقم اثنين اليوم هذا يعني يعتبر بعده العمر القانوني ما وصل له، فممكن باكر يعلق تعليق يندمج بالساحه السياسيه وما يروح يظل. بالضبط. غير كذي ان اليوم اذا كتب تويتر ممكن واحد يرفع عليه قضيه. صح. فانا اليوم عندي قانون ايضا يمنع هذا العمر، والام والابو هم اللي راح يتحملون. واعتقد وايد في حالات في الكويت مع وجود قانون الجرائم الالكترونيه يروح مثلا ضحيه، صحيح يكون مت مت يعني يكونوا مستغربين اصلا يعني.